ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم على توقعات شهر يونيو لأصحاب برج الحمل. أصحاب برج الحمل، خلونا نبدأ بالحاجات الحياتية اللي عندكم في خلال الشهر ده. عندكم حاجات كتيرة هتكون تجديدات وتطورات من نفسكم، انتم بتسعوا ليها بقالكم فترة، بتفكروا في اللي جاي، عايزين تطوروا من نفسكم وتطوروا من حالاتكم المادية والعملية وكمان العاطفية. عايزين تجددوا من شكلكم نفسه، يعني من الشكل والمظهر، طريقة اللبس، طريقة الأسلوب، يعني حابين تعملوا تغيير في شخصيتكم كامل، شخصيا وتعامل ومهنيا وعاطفيا وكله. ده يعني هتحصلوا على جزء كبير منه، عندكم نجاحات كتيرة هتقدروا ان انتم تحققوها في خلال شهر يونيو، ويعني بعض من النجاحات، لكن ده هيفرق معاكم جدا، وهتحسوا ان انتم فعلا عملتوا حاجة تستاهل، او هتحسوا ان انتم يعني هتقولوا ان انتم جامدين. ده من الحاجات الحياتية. خلونا نتكلم بالتفصيل شوية، نبدأ في الحياة العملية لأصحاب برج الحمل. أصحاب برج الحمل من ناحية العمل عندهم شوية توتر من ناحية العملية ومن الناحية المادية. دايما أصحاب برج الحمل بيفكروا في الناحية العملية اللي مكملة ليها ماديا، راتب اللي جاي من العمل ايه، قد ايه، هل الفلوس دي او المادة دي هتكون قد الشغل اللي انا بشتغل ولا لا، فهم عايزين يحققوا اكبر قدر من المال او الاستكفاء المادي، وده هيساعدهم كتير. هي دماغهم دايما بيفكروا في الحاجة اللي بعد كده، بيفكروا في بكرة اكتر ما بيفكروا في النهاردة، فده هيفرق معاهم جدا. هم عندهم تراكم كتير في الشغل، توتر، حاسين ان في شغل منهم بيضيع، او هم حاسين ان في منهم ناس اللي هم بيدوروا لسه على وظيفة، فده برضو عامل لهم توتر ان هم بيدوروا على وظيفة. يعني منطقة العمل عامة في نطاق العمل والدخل المادي الخاص بيهم، ده عامل لهم توتر وعامل لهم قلق نفسي. بيبقى كمان يعني بيزود الضغط عليهم في حياتهم الأسرية أو حياتهم العائلية. الناس اللي هي بتدور على وظيفة أو لسه يعني كان سابوا وظيفتهم وبيدوروا على وظيفة، عندهم فرصة حلوة إن هم هيلتقوا بوظيفة اللي هتناسبهم خلال شهر يونيو، وهيكون وظيفة ليها راتب أو دخل هم هيكونوا حابينه عامة. أما الناس اللي هم شغالين بالفعل، هو زي ما قلت إن هم عندهم توتر، لكن عندهم ان هم من كتر التوتر اللي هم فيه فبيحاولوا ان هم يسعوا فيقدروا ان هم يوصلوا لاهدافهم او يحققوا نجاحات الخاصة في عملهم، بحيث ان هم يبقى يعني التعب بتاعهم جه على فايدة، فهم عندهم نجاح في العمل خلال الفترة اللي جاية. بالنسبة للناس اللي داخلين شراكة او داخلين مشروع جديد مع حد، خلي بالكم كويس جدا، لو يستحسن او تعرفوا ان انتم تدخلوا المشروع ده لوحدكم، ده هيكون افضل كتير، لان انتم هتتعرضوا لحالة من حالات النصب، فخلي بالكم كويس جدا حالات النصب اللي هتتعرضوا لها من اصدقاء، يعني ناس قريبين منكم، فخلي بالكم كويس جدا من المشاركة او اللي انتم هتشاركوهم. لو عرفتم تشاركوا نفسكم بس اعملوا كده، محاولوا ان انتم تتجنبوا الشراكة عامة مع اي حد، يا اما تخلي بالكم، يعني تخلي بالكم يكون كل واحد عارف حسابه ايه ومتسجل. ده من حيث الشراكة والمشاريع او الشراكة مع حد يعني، ومن حيث العمل عامة. اما بقى من حيث العاطفة لاصحاب برج الحمل، بالنسبة للناس اللي بتدور على الحب او لسه ما ارتبطتش، عندهم فرصة ارتباط حلوة قوي في شهر يونيو، لكن خلي بالكم كويس جدا من اللي هو اللي انتم هترتبطوا بيه، بحيث ان انتم ما تنخدعوش في ان اي حد ممكن يكون قريب منكم يقول لكم كلمتين او كده، فانتوا تفكروا ان هو ده الشخص اللي يبقى معجب بيكم. في اشخاص قريبين منكم بيغزلوكم بالكلام، سواء شاب او بنت، مفكرين ان هم كده يعني ده حب، لا، هو بيبقى بيلعبوا بيكم او استغلال. رجل الحمل في بنات كتيرة بتستغله في حتة ان هو يصرف، او ان هو كماديا ان هو بيحب انه يبين ان هو يعني
بيصرف او بيجيب لها حاجه. ففي بنات بتستغل الموضوع ده صراحه عامه. فخلي بالكم كويس جدا من الناس القريبين منكم. الحب اللي موجود هيكون موجود من قريبين ليكم، سواء زملاء في العمل، سواء جيران، او الاصدقاء اللي انتم يعني هما من اهلكم من العيله وانتم معتبرينهم اصدقاء، فهم الحب هيجي من الاشخاص دي. لكن في نفس الوقت خلي بالكم مش اي حد يبقى قريب منكم فيكون هو ده، لا، محتاجين ان انتم تدققوا كويس جدا، تعرفوا هل هو الشخص ده ولا لا. هيبان من الافعال مش الكلام، ده من حيث الناس اللي لسه يعني هترتبط او بتدور على الحب. بالنسبة بقى للناس المرتبطين بالفعل او الناس المتجوزين اكتر، في الحتة اللي انا هقولها دي، عندهم مشاكل ما بينهم وما بين الشريك نتيجة عن الخلاف اللي هو في عدم التفاهم. يعني في مشاكل ما بينهم وما بين بعض اساسها عدم التفاهم، او اساسها عصبية اصحاب برج الحمل. فخلي بالكم كويس جدا، الوقت المفضل او احسن وقت ان انتم تتكلموا فيه، تناقشوا المشاكل دي، تحلوها، تتكلموا فيها بالراحة بهدوء، بحيث ان انتم تحلوا ده، تحاولوا ان انتم تخرجوا، هو الوقت بتاع شهر يونيو. عندكم الشهر ده اصحاب برج الحمل عندهم الروح المنفتحة ان هم يقدروا يستقبلوا الكلام، مش هيستقبلوا بعصبية. يعني اي حد بقى من اللي مرتبطين باصحاب برج الحمل وفي بقى خلافات او في اي حاجة، حاولوا ان انتم تتكلموا معاهم، عندهم الوقت ده استقبال ان هم يتكلموا في المنطقة العاطفية بحيث ان هم يحلوا المشاكل. فاتكلموا معاهم بهدوء كويس جدا، وتحاولوا ان انتم تحلوا المشاكل اللي ما بينكم، تحاولوا ان انتم تعملوا نقط كده معينة بحيث ان انتم بتمشوا عليها، تعرفوا ايه اللي انتم ممكن يعني يسعدكم في حياتكم وتعملوه وتبعدوا عن المشاكل عامة. بالنسبة للناس المنفصلين من اصحاب برج الحمل، عندهم فرصة ان هم يرجعوا اللي فات، او يرجعوا الشيء الحلو او اللي كان ما بينهم الارتباط الفترة اللي جاية. يعني عندهم ان هم الفترة اللي جاية، يعني اللي بيسمعني دلوقتي من هم مرتبطين باصحاب برج الحمل وحصل انفصال، عندهم فرصة اصحاب برج الحمل لو انتم عايزين ترجعوا اللي فات وتصلحوا اللي بينكم، ان انتم تتناقشوا في ده، هيكون عندهم لغة الحوار وهيقدروا ان هم يسمعوكم، وكمان هيبقى يعني او ده هيدي فرصة هايلة للرجوع تاني، او للرجوع ان انتم تبقوا مرتبطين تاني. فاستغلوا شهر يونيو لان هم حاليا يقدروا ان هم يسمعوا وينفتحوا. اصحاب برج الحمل عندكم اول اسبوع في شهر يونيو، خلي بالكم بس من العصبية في النطاق العاطفي عامة، ما تتعصبوش على اقل حاجة، لان انتم هيكون عندهم ضغط من الشغل او التوتر اللي احنا قلنا عليه اللي موجود من بقاله فترة، فهياخدوا وقت شوية عقبال ما يدخلوا في ان هم يفصلوا ما بين العاطفة ويفصلوا ما بين الشغل. ده بس بعد اول اسبوع من يونيو، لكن بعد كده الدنيا معاهم هتتحلوا تبقى حلوة. كمان اصحاب برج الحمل عندكم فرصة حلوة قوي او بشرة حلوة، ايه اللي هي شغل جديد او عمل جديد، بيت جديد، هتنقلوا على مكان جديد، في حاجة جديدة في حياتكم، او بيبي جديد. الحاجة الجديدة اللي في حياتكم دي هتكون حاجة مصدر سعادة ليكم، وهتكون هي بشرة خير عليكم اساسا. يعني في شيء جديد، سواء بقى بيت جديد فهو عتبة جديدة، بيبي جديد هيبقى وشه حلو عليكم، في حاجة جديدة هي اللي هتكون كمان مصدر خير ليكم اكتر، وهتكون يعني هتجيب لكم خير سواء مادي سواء معنوي، هتكون فتحة خير عليكم. يعني البشرة دي هتجلب وراها بشرات كتير حلوة. من ناحية صحة اصحاب برج الحمل، اللي اقدر اقوله من ناحية صحتكم، حاولوا تشحنوا نفسكم بالطاقة الايجابية، اللي هي ان انتم تعملوا تدخلوا سعادة عليكم، انتم بتعرفوا ازاي تسعدوا نفسكم، حاولوا ان انتم تخرجوا. اللي تعبكم هو التراكم الشغل، تراكم الزعل، تراكم العصبية، العصبية الزايدة اللي عندكم، كل الحاجات دي هي اللي بتتعب نفسيتكم، بالتالي بترجع تتعب اجسامكم. اكتر حاجة بيشتكوا منها اصحاب برج الحمل عينيهم والصداع، ده تأثير من العصبية، تأثير من شدة الاعصاب دايما، ان انتم على اعصابكم دايما، النرفزة، ان انتم اكلكم بيبقى مش صحي سريع، الحاجات دي كلها تتعب جدا. فحاولوا ان انتم ازاي تشحنوا نفسكم بالطاقة الايجابية، ما تخلوش الناس تعصبكم، سواء كان في حد مضايقكم ما تخلوش الحاجة دي تضايقكم، ما تخلوش انسان يستفزكم. حاولوا ان انتم تنظموا الغذاء بتاعكم كويس، حاولوا ان انتم تلعبوا رياضة، تناموا كويس، الحاجات دي تفرق معاكم. يعني هو ده اصلا الشحن الطاقة الايجابية، اخرجوا اتفسحوا، كلوا اكل انتم بتحبوه يكون صحي طبعا. يعني حاولوا ان انتم تكونوا
التعلم من النفسية عندكم، تخلوا ان انتم تكونوا يعني ناس سعيدة، انتم بتعرفوا تسعدوا نفسكم على فكرة، مش بتحتاجوا ان حد يتدخل في حياتكم عشان يسعدكم. ده ببساطة، او يعني اتمنى ان انا اكون قلت بشكل سريع التوقعات لاصحاب برج الحمل في شهر يونيو لعام 2019. طبعا انا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبشكركم جدا وسلام.